مراحب يا الحبايب، انا الي اسبوع مش عارف بلبز ولا بكورد ولا برشح ولا بعرف، ويمكن 3 بواحد شايفين لسه ما قلناش بعد ما فتينا خبز. العلم اللي بدري بدري واللي ما بدري بقول كف عدس، حتى بجوز تلاحظوا من عيوني مبين، يعني سلام تقول في جل احمر، يعني يشرب لي شب الشاي بحليب. يا سلام ولا بالأحلام، إشي فاخر من الآخر. شو بيت الجحش؟ بيت الجحش إنه مبارح لقاني واحد بمكان معين، أنا بشوفك على الفيديوهات. وين بتشوفي على الفيديوهات يا جابريلك؟ أنا شفت لك كم فيديو. طيب كويس ممتاز، لقينا واحد أخيرا يعطينا جرعة معنويات، يعطينا هيك كمش طاقة محفزة. ايوه شو رأيك بالفيديوهات؟ قال لي اذا انت صاير معارض. ايه وطي صوتك، طول بالك، هدي لا شوي. شو معارضة؟ ما معارضة يا زلمة. قال لي انت معارض. لا يا زلمة انا مش معارض. قال لي لا انت معارض، ما بيصير فكك من المعارضة. شو رأيك بالفيديوهات؟ قال انا ممتاز كويس صح. طيب ليش ما تشترك بالقناة؟ قال ايه بدك المخابرات يلعن مسلسل فيه. صدقوني حرفيا هيك قال لي. قلت اذا هذا بقول لي هيك معناته هاي احد الاسباب اللي ممكن تكون وراء انه في كثير ناس مش عاملين سبسكرايب، مش بين قوسين مش مشتركين يعني بالقناة. قلت لا لازم اوضح، لازم ابين، لازم اعرف على نفسي. يعني احنا عاملين 50 فيديو بس 40 مشترك. يا سواد الوجه. هات 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 شف الشاي بحليب. انا نعرف نحكي كم في كلمة. شوفوا انا مش معارض ولا سحيج ولا مؤيد، انا بحاول قدر الامكان اكون مثقف. طب شو دخل طز مرحبا؟ شو دخل طز مرحبا؟ شو دخل الثقافة أو المثقف بالمعارضة وال كيف؟ بس بقول لكم ما عليكم في هذا الكتاب. هذا الكتاب اسمه السلطة والسياسة والثقافة. شو يعني باختصار، هذا الكتاب جابوا كل المقابلات الصحفية اللي عملها إدوارد سعيد في حياته وجمعوها في هذا الكتاب. مين إدوارد سعيد؟ نعمل جوجل عاد، بس خليني هيك أعطيك يعني تعريف سريع. هذا ثاني أكثر شخصية نقول كاتبة أثر فيها. الشخصية الأولى الدكتور علي الوردي، أنا بحكي عن مؤلفين هون، يعني مؤلفو كتب أثروا فيه. رقم واحد بلا منازع الدكتور علي وردي، رقم اثنين إدوارد سعيد مؤلف كتاب الاستشراق، مؤلف كتاب تغطية الإسلام أو في تغطية الإسلام، مؤلف كتاب نهاية عملية السلام، مؤلف كتاب العالم واللص والناقد، في كمان كتاب من جزئين عن المنفى نسيت اسمه بس هذا لسه ما كملتوش، بس اللي حكيت لكم اسماء قرأته. لا نهاية عملية السلام ما كملتوش برضه، هذا الكتاب انا كملته ونخلته تدخين. هذا كتاب رائع جدا، انا بظل اقول كتاب رائع، يعني كتاب جذاب جذاب، يعني انت بتقرأ فيه. طبعا اللي ما عنده خلفية ثقافية عفوا باك جراوند، كلتشرال باك جراوند، يا عمي تعرف شو قصدي، انا هذيتي صافيه. اللي ما عنده خلفيه ثقافيه شوي هيك عميقه يعني صعب شوي يكون عليه الكتابات خاصه. طبعا يعني مرات بحكي عن الموسيقى يحرم علي اذا فاهم عن ايش بحكي، كني بقرا فرنسي، قصدي كني بحكي الماني، ثقافتي فرنسي.
بس كتاب جذاب. هو هذا إدوارد سعيد على فكرة، يعني إذا بتحضر فيه له مقابلة مدتها تقريبا 3 ساعات، 3 ساعات وكسور، اليوتيوب. هذه ملخص لهذا الكتاب، هي مقابلة بس ملخص لمقابلاته هون. أنا حضرتها المقابلة مرتين، حضرتها. هذا الكاتب، هذا المفكر العربي المبدع، المبدع بمعنى الكلمة، الخلاق بالفكر، بصياغة العبارات. يعني هذا هو ثاني أكثر شخصية ألفت أثر في بعد الدكتور علي الوردي. في هذا الكتاب إدوارد سعيد بيعرف المثقف، بيبين دوره، وبيقترح بطريقة ما أو أخرى إيش المذهب الفكري اللي يفترض بالمثقف المتحرر إنه يتبع هذا المذهب الفكري حتى يكون أقرب ما يكون للواقع في قراءته للواقع، حتى يكون أقرب ما يكون في قراءته للواقع. كيف يعني؟ قاعد تخبص. القصد انه حتى يكون اكثر دقة في قراءة الواقع بما يخدم الدولة كمجتمع وسلطة. شوفوا الدولة بالنسبة لي، الدولة تساوي سلطة زائد مجتمع، مش سلطة ضرب مجتمع، لا، او مجتمع ضرب سلطة، لا، سلطة زائد مجتمع، سلطة ومجتمع. فيش دولة كلها سلطة ما فيهاش مجتمع، وفيش دولة كلها مجتمع وما فيهاش سلطة، والسلطة لا تساوي المجتمع. هاي فلسفتي، هاي فلسفة خاصة في أنا يعني. الدولة تساوي سلطة زائد مجتمع. المثقف أين يقف من السلطة و المجتمع؟ لاحظ عنوان الكتاب هنا، السلطة والسياسة والثقافة. أين يقف؟ إدوارد سعيد بيحدد أين يجب أن يقف هذا المثقف من كل من السلطة والمجتمع. شو قصدك يا أشرف؟ شو يعني أنت، شو اللي قاعد بيصير؟ طيب حبي حبي، شوف في مسلسل عطر النار حكيت لكم عنه ونصحتكم تحضروا، في شخصية ضابط سوري مسيحي اسمه جميل. هذا الضابط كان يطرح رأيه، وجهة نظره، فكرته بكل جرأة، بموضوعية، بواقعية، بقراءة أقرب ما تكون لحيثيات الواقع. ما يخاف من قائده إبراهيم باشا اللي كان الكل يخاف منه، ما يخاف من قائده إبراهيم باشا حتى لو كانت فكرته هو نفس الضابط جميل مخالفة لفكرة إبراهيم باشا. ومع ذلك إبراهيم باشا كان فضله عن أكثر عن أي ضابط ثاني، أكثر من أي ضابط ثاني. أنا هون جميل، أنا مرة قلت ممكن أنا أطرح وجهة نظر مخالفة لوجهة نظر سيدنا، أطرح رأيي، أبدي رأيي، أنتقد له، لكن في النهاية لما سيدنا بيقول لي اقعد اقعد، يعني بين قوسين تعليمات وأوامر، بتبع أوامره لأنه هو في النهاية رأس الدولة، رأس الدولة كمجتمع وكسلطة، لازم أنا أتبعه لمصلحة الدولة كمجتمع وسلطة حتى لو أنا مش مقتنع برأيه.
هذه الديمقراطية السليمة والصحيحة والصحية. لك أنت تبي رأيك بما يخدم الدولة كمجتمع وسلطة باجتهادك الشخصي، بس مش تروح تشارك مثلا في، تتبع أجندات خارجية وتشارك في عملية انقلاب مثلا. هذا أنت هنا خائن، وأنا أبعد ما أكون على هذا الشيء. أنا بحب بلدي، بدي مصلحة بلدي، بطرح رأيي باللي أنا بعتقد فيه إنه هو يخدم بلدي كسلطة وكمجتمع، بعارض السلطة، بأيد السلطة إذا أنا مقتنع بالإشي اللي هي بتعمله. إيش المشكلة؟ هذا هو دور المثقف، وهذا دوري أنا في هاي الفيديوهات. بس مش هي هاي الغاية الأسمى من هذه الفيديوهات، الغاية الأسمى من هذه الفيديوهات إنه إحنا نتعرف على تاريخ هذه البلد، خصوصية هذه البلد، عاداتها، تقاليدها، تراثها، مفكريها. على سيرة مفكري هذه البلد، أنا قبل فترة كنت بتناقش أنا وزميلي عن نفس الموضوع تقريبا، فقال لي أنت مين بتعتقد أنه في مفكرين في الأردن؟ عددت له أسماء، بس من ضمن المفكرين اللي أنا يعني ذكرت اسمه سمير الحباشنة. قلت له هذا أنا بعتبره من أعمدة الفكر الأردني. قبل كم من يوم كنت بحضر نوستالجيا لسمير مع سمير الحباشنة، قدمته رهف مذيع الأمور الحلوة هاي. شو قد كيف قدمته؟ صاحب يعني من ضمن الأشياء اللي قدمته فيها إنه صاحب الفكر الراقي. كيف العهد؟ أنا عجبتني رهف يعني بالتقديم هذا، عجبتني كثير. فعلا هو صاحب فكر راقي سمير الحباشنة، وأنا عندي كتاب حوار الخيارات، هذا اشتريته من أيام البصرة، حوار الخيارات، وقرأت له لسمير الحباشني. أنا من هذيك اللحظة عرفت أني أنا أمام مفكر أكثر من أي شيء آخر، أكثر ما هو مثقف، أكثر ما هو فيلسوف، هو مفكر سمير الحباشني. فإحنا الغاية من هذه الفيديوهات إنه وبالمناسبة سمير الحباشني أكد إنه جلحد من الحباشني. تذكر مرة أنا حكيت في فيديو إنه كيف مسلسل عطر النار بيبين إنه جلحد الحباشني دائما قاعد مع عشيرة الضمور وهذا حباشني وهذا ضمور، كيف المسلسل عمل هيك؟ بس هو إذا بتذكر ثمين حباشني قال جلحد الحباشني. حكى ثمين الحباشني، حكى كيف إبراهيم باشا جاب يحتل الكرك. احضروا نوستالجيا، اكتبوا نوستالجيا في اليوتيوب، نوستالجيا سمير الحباشنة، احضروا حلقة رائعة جدا بتملوش منها. هو نبث يعني، هذا سمير الحباشنة نبث، مع انه واحد وصفه قال له انت الك يد من فولاذ بس ملفوفة بالحرير، بس ما بعرف انا شفته نبث وهيك رايق وراقي كيف العاد. بس برضه تذكرت شغلي انا على لما قلت حوار الخيارات، وش كتاب اشتريته من ايام ما كنت في البصره. في كتاب ثاني برضه انا اشتريته ايام ما كنت في البصره اسمه افكار ممنوعه لمحمد امين، مش عارف محمد امين ولا اخوه الثاني هذاك. الكتاب طبعا مش موجود في مكتبتي لانه انا لما قراته وخلصته في زميل عراقي حتى ناسي اسمه قال لي معلش ممكن استعير منك الكتاب، قلت له استعيره ما يوجد ذاك. راح الكتاب، بس إذا لقيته مرة ثانية بشتريها، كتاب رائع جدا، أفكار ممنوعة. يعني محمد أمين أظن بطرح في هذا الكتاب الأفكار اللي رفض السادات إنها تنتشر في كمقالات في إحدى الصحف المصرية، أظن الأهرام، يا الأهرام يا الجمهورية مش متذكر. توالي الوعكة في هذا الكتاب أفكار ممنوعة بيعرف محمد أمين، إيش بيعرف؟ بيعرف المعارضة السليمة الصحيحة. أنا مش معارض، بس هو بيعرف المعارضة السليمة الصحيحة الصحية بأنها بشبهها بأنها زي فرامل السيارات، زي بريكات السيارات، تشتغل بحيث تمنع السيارة من الحوادث، من الدهس، من التصادم. في
المعارضة هي اللي بتشتغل بحيث تمنع الدولة كمجتمع وسلطة بأنها تدخل في نطاق مظلم، أو تدخل في مثلا دوامة من الضياع والتوهان والتصادمات والتجاذبات وال ما بيشو قصدي، يعني هاي معارضة صحيح، مش هذول اللي برا و... أو 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 هذول اللي برا بدون ذكر أسماء، يعني الممولين و الواحد ساكت أصلا ولا بيشرفني أحضر لهم، هذول كلهم قلم قايم وخلهم يطخوا علي قد ما بدهم. هم أصلا لو عندهم مصداقية من الانتماء والولاء لهذا البلد بيجوا بيعارضوا هون زي ليت شبيلات، زي المرحوم ليت شبيلات. أنا مش معارض ولا معيد، أنا زلمة قارئ مجتهد لسه حتى مرحلة مثقف أنا ما وصلت، بحاول قدر الإمكان أطرح وجهة نظري رأيي باللي بشوفه مناسب للدولة. ممكن أنت تختلف معي، ممكن رأيي يطلع غلط عادي، بس أهم شيء أنا ما يكون إلي أجندة خارجية وما برضاها ولا بقبلها إنه يكون إلي أجندة خارجية. وأهم شيء إني ما أدخلش في عمليات تعابر وانقلاب ومن هالحكي البراطة. العائلة الهاشمية هم صمام الأمان لهذا البلد شئنا أم أبينا. ما في عنزير بتناطحوا على هاي النقطة، ولازم نقتنع بأنهم هم مش بس صمام أمان، وهم كمان حزام أمان. أنا تعبت، ظاهر إنه كمدمت زيادة عن اللزوم، قديش اللي بحكيه وبلقلك ل 17 دقيقة دايم. هون بلخص إنه أنا مش معارض ولا سحيج ولا مؤيد ولا 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 ولا، أنا زلمة من حبي لهذا البلد، لهذه الدولة كمجتمع وسلطة، بطرح رأيي بما أعتقد به مناسب. عاد هذا الرأي بخالف بأيد بيتفق بيعارض ما لي علاقة، أنا زي الضابط جميل لما سيدنا بوجه لي تعليمات بتبعها حرفيا حتى لو أنا مش مقتنع، لأنه هو في النهاية رأس الدولة شئنا ما بينا، وهذه الديمقراطية الصحيحة والسليمة. مش وهذول اللي أنا ببغص ببغض كل واحد اسم من أسمائهم، هذول اللي برا ظهرهم يلقلقوا ألفاظهم على المليان. إخوان أنا بكتفي، أنا شوية تعبت والظاهر إنه بس برضو هيك مراجعة سريعة في نوستالجيا مع لوزان الصوتي مرت الأمير زيد بن شاكر حكت شغلة عن تعريب الجيش، وأنا عملت حلقة عن تعريب الجيش. إخوان شوفوا، أنا لما أمسك أي كتاب عن الأردن وبفتح الفهرس وهيك بطلع على الفهرس، إذا شفت في فهرس في فصل مثلا أو باب خاص بتعريب الجيش دغري بقرأه، ما بتردد ولا ثانية بدي أقرأ أي شيء عن تعريب الجيش، لأنه هذا حدث تاريخي مفصلي. واللي بيقول لك إيه أصلا لولا بريطانيا موافقة ولا بيصير التعريب، اخبطوا روسكو بالحيط من هون لبكرة الصبح.
هذا الحكي مش صحيح. رحمة الملك حسين لما اتخذ هذا القرار اتخذه بشخصه بدون ما يراجع حدا، بدون ما يهتم لحدا، بدون ما يسأل عن حدا. وراح أقدم لكم الأدلة بعدين بحلقات جاية أو فيديوهات جاية. فأي شيء بخص تعليم الجيش أنا على طول بقرأه. لو زاد التصاطي شو بتقول في نوستالجيا؟ يقول انه رحمة الملك حسين لما كان بفكر بعملية تعريب الجيش نادى زيد بن شاكر، قال له تعال، قال له انا بدي اقول لك شغلة بس ما حدا يعرف، وفي اثنين بالذات انا بدي اياهم يعرفوا. هذاك زيد بن شاكر قال له شو؟ مين هم هذول الاثنين؟ قال له امي وخالي ملكة زين والشريف جميل، جميل ابن ناصر اخوها للملكة زين. هذول الاثنين انا ما بدي اياهم يعرفوا، لانه انا بدي اعرب الجيش. هاي بنوستالجيا، هاي معلومة مهمة أنا ما قرأتها بأي كتاب، بجوز هي مذكورة بكتاب مذكرات الأمير زين بن شاكر اللي يعني ساهمت في تأليفه هاي نفس الوزاد الصادق. بعدي ما اشتريت وشهر الكتاب وشو بدي لحقت الحقيقة إخوان، أنا كثير تعبت بعدي، أنا حاب أحكي أكثر من هيك بس خلص خلص بنشر كشنقنا طب